وهم مثل ما قلت ببداية لقائنا لليوم مستمعينا، اليوم حلقتنا طبية ومن خلالها حنتوقف مع شغلة بيعاني منها الكثير وخصوصا النساء، مشكلة تمدد الجلد ببعض الأجزاء من الجسم، إن كان نتيجة لخسارة الوزن أو زيادة الوزن أو الحمل بأغلب الأحيان. هيدا الشيء بيزعج كتير من السيدات، ما بعرف إلى أي مدى بيزعج الرجال لأنه هو مشهورين السيدات فيه، ولكن اليوم نتأكد أكتر قدي الرجال بيعانوا من هذا الموضوع وقدي هيدا الموضوع أيضا بيزعجهم. خلينا نرحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، الدكتور محمد الحميدي، طبيب جلدي وتجميل وعلاج بالليزر. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة هدى، وحييك وحيي المستمعين والمستمعات. يسعد نهارك. إلى أي مدى هيدي مشكلة نسائية بحت ولا في رجال بيعانوا منها؟ هي طبعا ما تعتبر مشكلة نسائية بحت، لا الرجال أيضا ممكن يعانوا منها، لكن طبعا هي هو الصحيح أن النساء يعانون منها ضعف الرجال، يعني نسبة حدوثها في النساء ضعف نسبة حدوثها في الرجال. نعم، ليه بتحدث عند سيدات أكثر من غيرهم وليه عند النساء طبعاً أكثر من الرجال؟ أي نعم صح، هي طبعا السبب الأساسي أنها تحدث في النساء أكثر طبعا أكيد التغيرات الهرمونية اللي تصير يعني المستمرة، وال أهم شيء طبعا اللي هو الحمل. نعم. وجود الحمل عند النساء طبعا هذا اللي يخلي نسبة حدوثها أكثر في النساء طبعا. نعم. هي أسبابها حب نتكلم عن أسبابها مثلا. نعم. هي التغير السريع يعني مثلا في الوزن أو تمدد الجلد بشكل سريع، يعني السمنة، فترة البلوغ مع النمو السريع للجسم، هذه كلها يصير فيها تمدد للجلد، وأمراض يعني هرمونية مثل المتلازمة كوشينج اللي يصير فيها ارتفاع في مستوى الكورتيزول في الدم، كذلك يعني استخدام الكورتيزون اللي هو سواء بالفم أو الموضعي، يعني إذا كان استخدام خاطئ ممكن يسبب علامات تمدد. نعم، ليه؟ لأنه الكورتيزون بينصح ولا هو بيأثر على هيدا الموضوع؟ هو طبعا صحيح، هو لانه طبعا يصير في تمدد في الجلد مع الكورتيزون لانه يكون في زياده في الوزن. نعم. اي نعم. وهيدا اللي بيمثل انه في بعض الاحيان بيكون السبب وراء ظهورها في عمر صغير وقبل حتى الحمل والولاده عند بعض الاشخاص، عند بعض الفتيات. صحيح، هو طبعا انت قصدك في عمر يعني مبكر من الطفوله يعني مثلا؟ ايه في عمر مبكر مرات بتكون موجوده ولا لا؟ ممكن اذا كان في طبعا اضطرابات معينه، اكيد مع السمنه، لو كان في سمنه وزياده في الوزن وقت الطفوله او مشاكل هرمونيه معينه زي ما ذكرت لك، يعني مثل متلازمة كوشينج اللي يكون فيها ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم، هذه كلها ممكن تسبب علامات تمدد حتى في السن المبكر. نعم، ليه الرجال لما بيعملوا رياضة وبيصيروا يعني أجسامهم بتكبر بسبب العضلات وإلى آخره ما منشوف هيدا النوع من التشققات الموجودة بالجلد؟ اي نعم، هو بالعكس هو موجود من أكثر أسباب تواجدها في الرجال هذه طبعا اللي هي التمارين الرياضيه بالاوزان، يعني رفع الاوزان، استخدام هرمونات النمو او هرمون التستوستيرون اللي تسبب يعني زياده عضليه متسارعه، هذه كلها تسبب علامات تمدد. بتسبب. نعم. إيه نعم صحيح. نعم. إيه. طيب. هي اصلا اماكن تواجدها في الرجال تكون مختلفه، يعني في الاكتاف، في الظهر، خاصه اسفل الظهر، يعني في الصدر. نعم. مثل النساء طبعا تكون يعني في الأرداف، في الأفخاذ، يعني المرابق، هذه تكون أكثر شيوع يعني. نعم. فيها هي مزعجة جدا بتصور عند النساء وأيضا الرجال، كيف الواحد بيقدر يقي جسمه منها؟ إلى أي مدى التمارين الرياضية، التغذية الصحية بتساعد بالوقاية والعلاج؟ نعم، سؤال ممتاز صراحة، لأن هي الوقايه خير من العلاج. نعم. احنا ما ودنا نوصل مرحله اللي نضطر فيها نعالج في على علامات التمدد هذه. نعم. ف التغذيه المتوازنه السليمه، يعني الدايت اللي يكون متوازن وبخطوات ثابته، يعني ما يكون
دايت شاق مثلا، او يعني حميه تكون صعبه على الواحد ينزل فيها وزن يعني كبير في فتره وجيزه. هذه من الاشياء اللي ممكن تؤدي لحدوث علامات التمدد يعني. وكذلك يعني نظام الحياه يعني الخامل اللي ما في تمارين كثير، هذه كلها طبعا اشياء تؤدي لزياده الوزن بشكل سريع، وبالتالي علامات التمدد ظهور علامات التمدد يعني. نعم. طب طبيا وتجميليا كيف بيقدر يعني الشخص يتخلص والسيدة تتخلص من هذه العلامات؟ ما بعرف، بيقولوا قال انه كل ما اتجه الواحد مبكرا الى الاشياء اللي بتساعد على التخلص منها كل ما كان احسن، وكل ما ادمت العلامات كل ما صار صعب التخلص منها. صحيح كلامك سليم. هي طبعا هي تبدا كعلامات حمراء، هذه الفريش اللي توها بادية تكون. نعم. بعدين تصير علامات بيضاء. كل ما عالجناها بدري ولحقناها وهي حمراء لسه، استجابة العلاج تكون أفضل بكثير من لما تكون وصلت أو صارت بيضة يعني. وقتها خلاص يكون العلاج يعني فعاليته تكون قليلة، ممكن في استجابة بس تكون فعالية العلاج قليلة يعني. نعم. وشو الأشياء المتاحة للعلاج؟ الأشياء المتاحة صراحة في طبعا نبدأ بالأشياء الموضعية مثلا في عندنا الكريمات المقشرة، أهمها اللي هو كريم التريتينوين اللي يعرف بالأكريتين أو الريتين أي، هو مشهور يتحب الشباب استخدامه في حب الشباب يعني. ممكن نستخدمه لعلامات التمدد بتركيز 0.1% أو 0.05%. على العلامات هذه، وصراحة الدراسات أثبتت يعني أن إذا من بدري استخدمناها وهي لسه حمراء ممكن تساهم أنها تقلل في الطول والعرض، يعني تسوي انكماش للعلامات التمدد إذا بدينا فيها من بدري. وكذلك في خيارات أخرى يعني مقشرات يعني مثل حمض الجلايكوليك، حمض الأسكوربيك وغيرها من المقشرات يعني. عندنا ليزر برضو، إذا بنستخدم الليزر عندنا ليزر الأوعية الدموية اللي هو الـBDL. هذا يستهدف الأوعية الدموية، فبالتالي يخفف من الإحمرار اللي موجود في علامات التمدد الحمراء هذه. اي فهو مفيد لعلامات التمدد الحمراء فقط. وليس للعلامات البيضاء. فإذا سوينا العلامات الحمراء ممكن تحسن بشكل يعني ممتاز. في عندنا بعد ليزر الفراكشنال يستخدم الاثنتين الحمراء والبيضاء. القاعدة العامة دائما مثل ما قلنا الحمراء تستجيب بشكل أفضل. طبعا الفراكشنال وش يسوي؟ يسوي إعادة تحفيز للكولاجين في المنطقة المتأثرة علشان يعني يتحسن شكل علامات التمدد هذه. نعم. يعني تفضل في بعد شيء بتحب تضيفه؟ تفضل. هو بس بالنسبة للعلامات التمدد البيضاء علشان لونها لما يكون أبيض يعني بزيادة كذا، ممكن نستخدم معها ليزر اسمه ليزر الإكسايمر، هو يعتبر أشعة فوق بنفسجية. هو وش يسوي إعادة تصبغ للعلامات هذه بشكل نسبي يعني. لكن مشكلته أنه طبعا نحتاج جلسات بشكل دوري يعني عشان نحافظ عليه يعني ما ترجع اللون الأبيض، هذه مشكلتها. أي تفضل. يعني دكتور من حكيك بفهم أنه في أمل بالتخلص منها. في أمل مو بالتخلص منها لكن على الأقل تحسينها تحسنها بشكل كبير يعني يعني يخف شو أقول لك يعني الشكل الملحوظ لها. تصير أخف وضوح. طيب شو وضع الخلطات الطبيعية؟ بنسمع كتير عن الخلطات الطبيعية، وإلى أي مدى فعلا ترطيب الجسم أو دهنه بالزيت خصوصا السيدات لما يكونوا حوامل أو حدا عم يحس حاله أنه وزنه زاد أو عم ياخد كورتيزون، إلى أي مدى بيساعد هيدا الموضوع؟ والله الترطيب بشكل عام أصلا يعني مفيد لصحة البشرة يعني ومفيد للبشرة يعني، لكن كوقاية صراحة إذا تمدد الجلد حصل بشكل سريع زي ما ذكرت لك يعني ما حتى لو مرطب يعني ما راح يفيد كثير، ما راح يفرق كثير. هي إذا حصل السبب اللي هو سواء حمل سواء زيادة الوزن بشكل سريع تمدد الجلد بسرعة يعني ما راح تقي من التمدد للأسف. شكرا. دكتور في أي إضافة شيء ما حكيناه بتحب تتوقف عنده قبل ما نختتم هذا اللقاء؟ والله زي ما ذكرنا بس إن أهم شيء إن الوقاية دائما نظام الحياة الصحي يعني من ناحية الغذاء من ناحية الحركة، ما نكسى على أنفسنا شوي من ناحية الدايت،
ولا يعني نستشير دائما اخصائي تغذيه قبل يعني البدايه في دايت او شيء معين. نعم. وبس هو نظام الحياه الصحي والوقايه يعني زي ما قلنا هو اهم شيء يعني في الموضوع. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا.